أيها الأحباب، حديثي معكم في هذا اللقاء الطيب المبارك بعنوان حب الرحم. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو مصدر القائلين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى السلام.